النار. السفرة كبيرة النهاردة. لا لا تمام تمام لا 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 انت عارف كتر الفلوس انا رسمت مساء الخير عليكم واحلى عمر عبد جدا 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 كنت معاكم في ايطاليا كنت بطلع لكم لايفات بس لما رجعت هنا حسيت ان انا بعيد عنكم بقالي فتره دي حقيقه يعني تحس ان بجد رجعت ارض الواقع كده ايوه عايزه بس اقول لكم على النجاحات اللي عملتها لمسه في المعرض احنا الحمد لله خدنا 3 توكيلات في توكيلين طلعنا بيهم وفي توكيل تاني بتاع سلسله الخواتم شفتوا الخواتم اللي هي اللي حريم السلطان والاساور الكبيره والحاجات دي خدنا منها كمان الحمد لله خدنا التوكيل ده وكمان خدنا توكيل كيتي براند كيتي هناك مشهور في ايطاليا وخدنا اللي هي اسمها
سمارت ايطالي، دي مخصصه في القماش والكده. طبعا طرحه هم اصحاب الطرحه اللي عملت قلق، اللي عملت قلق، اللي الصحف كلها اتكلمت عنها ومصر كلها اتكلمت عنها. فالحمد لله عملنا شغل عظمه حلو جدا جدا جدا. وفي معرض تاني في امريكا ان شاء الله ادعوا لنا ان لمسه تقبل فيه وان احنا نروح، لان احنا مقدمين فيه ولسه ما جالناش يا رب، بس ان شاء الله هيجي لنا وان شاء الله يبقى الشغل حلو علينا ويوفقوا ان احنا نروح باذن الله. النهارده الشغل كله من معرض ايطاليا، من اول ما نزلت ايطاليا واحنا بنشتغل، من اول يوم نزلنا فيه شغل واحنا شغالين، ما بنقعدش يوم ولا رايحين نتفسح ولا رايحين نعمل اي حاجه. في ناس كتير حبايبك هنا بيقول لك الحمد لله على السلامه. الله يسلمكم، والله العظيم انتوا وحشتونا، وحشتونا جدا 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 جدا. تعالوا بقى نتفرج على الشغل العظيم. النهارده في حلويات لازم تشيروا عشان نشوف. طبعا الانسلات اللي بسعر وايده قلنا لغايه اخر اللايف هنقول سعره. ده انسيال ظهر الحيه، طبعا لميع زي ما انتم شايفينه كده، وزنه لقطه، وزنه حلو جدا وسعره حلو جدا 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 بجد. هتلاقي سعره مناسب، اللي هيجيب سعره هياخده لغايه اخر اللايف. اللي هيجيب سعره هياخده. بص طبعا الكليهات دي جميله جدا. دول تخانات اهم، في ثلاث تخانات، يعني تخانه اهي لوحدها. وطبعا الكردون دي جديده جدا، الوان ابيض واصفر. بصوا زي ما انتم شايفين الابيض مع الاصفر مديه ضي رهيب. مديه ضي جامد جدا جدا جدا. لسه في ناس عماله تقول لك الحمد لله على السلامه كتير. وناس بتقول ايوه بقى اخيرا بقى، يعني واضح ان هو كان في ناس كتير مستنياك يعني. الحمد لله. دي بقى اللي دي عظمه. بصوا دي شياكه تلات الوان في بعض. بصوا يا جماعه السلسله دي حكايه، طبعا انتوا عارفين ان الوايده بتقول خيالي يا جماعه. وزنها قد ايه وسعرها قد ايه السلسله دي؟ هنطلع لكم السلسله نفسها. انا عايز اقول السلسله دي زيها انسيال برضه. في زيها انسيال. بصوا معايا الشغل لسه جاي زي ما انتوا شايفين في اكياسه. يعني لسه مبقاش عشان يعني بعد بكره هيكون في الفروع. بعد بكره ان شاء الله من يوم السبت هيكون في الفروع، لان بكره لسه هيتوزع. في سؤال، انتوا عاملين عروض؟ الوزن 5 جرام احنا عاملين عرض. طبعا انا اقول لكم دلوقتي على العرض. وزن 5 جرام 31. انت شايف الكوليبر معايا دي يعتبر ثلاث سلاسل ظهر حيه ببعض، ثلاثه ظهر حيه اللي هي رفيعه في بعض، منها واحده الوان ابيض وروز جولد واصفر زي ما انتم شايفين الشياكه بتاعتها لوحدها عامله ازاي. مجرمه اهي، جميله جميله. لو تبقى نايمه كده حرقانه بقى زي اهي، زي بصوا اهي. بصوا على يعني مثلا كده نداري دور كده يا ودي. اهو 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 اهو. بصوا شياكته عامله ازاي. اناقه. لا جميل قوي يا رويده. بعدين الكرويده انسان مسابع عيار كام؟ وانا باهي بتقول انا باهي. انت عايز الشكل انا اجيبهم لك؟ لا انا كنت عايز اوريهم الحاجه اللي عندها باسمك كام؟ طب يلا ماشي. طبعا انت عارف الوعيده اللي بتخش تخش على حاجه محمود كده قبل ما هقلعها دول. ماشي. لا طب بص بقى، انا انت اديتني الفرصه بقى. لا خد فرصتك يا حبيبي. تعالى بقى تعالى حبيبي، مش هدي وحشتني. بص الشياكه والجمال، الدلع، انسيالات العمر الطويل. حلو. الشياكه هنا، بص بقى الانسيال ده دبل فيس. شكلها تقيله دي يا حوت. لا تقيله تقيله، الانسيال 5 جرام و5 ونص. بص التحفه الفنيه، ممكن تلبسيه على الوش الفريزاتش، ممكن تلبسيه ساده. بص الجمال والشياكه، ممكن تعملي اتنين مع بعض كده، تنسيق هيبقى جميل جدا 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 فوق ما تتخيلوا. لمسه تسكت يا بيولي، احنا مش هنجيب لهم كل الانسيالات. شيء فين؟ شيء فين مش معانا ولا ايه؟ شيء بقى ترند دلوقتي. موديل الطرح. بص كده تمام اهو. طبعا الجرمتات دي هات كده معايا. معاك. بص بقى العظمه بتاعت الجرمتات دي، واللي عايز الجرمتات دي تقيله بس تحفة. مش تقيله. رجالي وحريمي دي صح؟ رجالي وحريمي اهو. بص يمشي رجالي 12 جرام، يمشي رجالي زي الفل. 12 جرام و13 جرام. الحجم ده 13 جرام، لو مصر 25 جرام. اهو
المصري بتاعها 25 جرام ممكن اتقل ويمكن اتقل كمان. اه ده 19 ده لا مش هو ده مش زي ده 19 ومش نفس التخين يعني ده مش نفس التخين لا لا ده 19 لا ده فايل ده ما انا بقول لك كمان ما هو 19 على الرفع بتاعه. بصوا ده بصوا ده يا جماعه فايع ازاي عنده استنى اهو ده المصري 19 جرام بصوا وده إيه وده إيه وده انا برضه بنجيب لهم كله اللي هم عايزينه يدمع وده كام اهو ده يا لهوي ده 25 جرام بصوا ده 25 جرام 25 جرام ده يعتبر نفس التخانه شويه تحفه اهو نفس التخان مش كده اه ده قريب منه شويه قريب منه شويه ارفع منه كمان دول 12 جرام ده الواحد 12 ونص. استاذ رؤى بتسالك سؤال بقى بتقول لك عايز اكل ايه ظهر حيه في حدود 6 او 7 جرام انت ظهر حيه اللي جايب منهم كام جرام ده من اول جرام ازاي يعني بص يا جماعه بصوا خلينا نبص السلسله دي السلسله الحوت زي ما انتم شايفين كده الوان وزنها قد ايه دي يا محمود دي اهي اهي هتلاقيها عندك ايوه عندنا منها كميه محترمه كافه الرؤى صح جرام ونص جرام ونص يعني تعملها 3000 ونص تقريبا ده الحقيقه اه وقال ده الدهب نزل شفتوا يا جماعه الدهب نزل ازاي الو بس لمسه بتعمل عظمه ما بقاش كلام بص ليه بس يا بنت استاذه ماما بص السلسله دي فيها ميزه انها رفيع الحجم بتاعها فيها 3 احجام في الاطول شويه وفي الاطول لحد هنا كده لحد هنا كده الوايده بنت اختي تخيل يا جماعه بصوا بس هي جمالها في ان هي معموله زي الحزام كده في الرقبه جميله في الهدوم اه حاجات ثابته كده في الرقبه ايوه حاجات ثابته بالذات كمان ان هي ما ينفعش تحط فيها تعليقه هي تلبس كده بس يعني تخيلوا مثلا ان انتوا مثلا حاجه زي دي وخدتوا معاها مثلا واحده ظهر حقيقي ايوه استاذه ماما مي عوض عايزه توجه لك السلام استاذ ايمن بتقول لك انا كنت النهارده في فرع الشيخ زايد وعندي مشكله وزعلانه بس ذوقك مستر ايمن معانا النهارده خرجنا من الفرع مرضيين قوي ومبسوطين انت ابن اصول وتستاهل كل خير يا رب يخليك يا رب بص دي دول كده بص تخيل السلتين دول كده مع بعض جامدين قوي بص تخيليهم ومن غير دلايه شياكه من غير دلايه شياكه 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 جامده قوي على فكره بص حلو قوي انتوا واخدين بالكم ان الرويده هي مس السلسله دي ايه بص يا جماعه السلسله دي عامله زي الحبل بتتلف مع النفس مع الرويده وهي بتتكلم مع اي حاجه السلسله بتلف بتدي ضوء بتدي ضي كده بتدي ضي بتدي لمعه كده راكبه فصوص لكن هي مش فصوص خالص الكوليه ده يا جماعه في اللبس تحفه في الحقيقه مجرم. كمان مجرم زي ما بتقول عليه الرويده يعني انت ماشيه في رقبتك انت بتلمعي لوحدك الحته دي الله اكبر الله اكبر بتلمع ده بجد جميل جدا الكوليه ده مميز جدا ان شاء الله عندنا عدد يكفي شويه بس طبعا ما يكفيش شعب الف لمسه جماهير لمسه بصوا يعني ان شاء الله تلحقوها ان شاء الله تلحقوها باذن الله وهسيب لكم في الاونلاين شويه حلوين معلش تمره لسه داخله يا رويده وبتقول لسه داخله اللايف بس وائل قمر ده يا رودي في ايه يعني؟ يعني متعصبه وبتجاملك في نفس الوقت ايوه 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 هتطلع مين يعني خالها لازم طبعا لازم تطلع خالها بص اللي ده اللي ماشي دي وزنها دي الاربعه الموديلات الايطالي كانت في لايف ايطاليا وصلت ولا لسه؟ لا في جزء كبير وصل هوريه لكم دلوقتي وان شاء الله بعد اسبوعين هينزل يتعمل عشان اوردرات احنا يا جماعه البراندات دي بتبقى باوردر بطلب قد ايه وليا ليميت لازم اخده وليا يعني الله اكبر عليكم انتوا مكبريننا قد ايه طبعا لو انا محل عادي مش هقدر اروح مش هقدر اطلب كميات لان هوديها فين لكن انا عندي شعب الله اكبر عليه عندي ما شاء الله شعب مصر كله بيحب لمسه والحمد لله لما بننزل اي حاجه انتوا بتحبوها فبالتالي نقدر نعمل اوردرات اللي بيها نقدر ناخد براند تبقى ملونه تبقى ملونه ناس كتير سالوا عليها بالظبط ان شاء الله بصوا كده فرجهم كده عشان احنا معانا نوعين من ظهر الحيه نوعين من ظهر الحيه اه بص يا ودي ده لا ده كل هيك ده نوع كده وده نوع بصوا طاهر الحي نوعين في لمسه دلع الحاجات دي موجوده من امتى؟ في مسح خالص وفي اللي هو هوبا اه دي التاني لا انت عارف دي بقى ايه يا محمود؟ عامله زي الجرومات لو حققت فيها اللي ماسك في بعضه ده اه اللي ماسك في بعضه يعني انت لو حققته فيها بص يا جماعه كده ده هو جرومات بص يا جماعه هتلاقيها زي الجرومات قرب كده جامده قوي دي ايوه بالظبط وزنها قد ايه دي؟ جرام 60 جرام ونص من جرام ونص جرام دي هتعمل 3000 برضه وشويه تخيلوا في الذهب الغالي ده وفي السعر الغالي ده احنا بنبيع اسعار دي
لا بجد لمسه بتعمل عصر جامد قوي. ماشي طيب كده شفنا الدار الحيه بمقاسات صح يا محمود؟ دار الحيه بمقاساته خلصت والكردون دي نخلع. عايزه بقى اوريهم اللي هي دي اهي دي بتطلع من 4 ل 5 جرام اهي اهي من 5 جرام. لا دي موضوع جامد جدا لان دي ثلاث سلاسل في بعض وتخينه وفي نفس الوقت دفيره كده الدفيره كلها نايمه زي ما قلت لكم الوايده اهي بصوا. لا لا يا الوايده جباره فظيعه جباره جباره تحفه. بصي يا رويده بصي يا رويده بصوا كمان رويده بتقول لك الكلام ده موجود في فرع التجمع ان شاء الله بعد بكره من اول يوم السبت باذن الله يكون الشغل ده كله في الفروع صح ولا السبت؟ ان شاء الله باذن الله. طبعا محمود نسيب على حبيبتي والله يبدل استنى عشان اوريكم حلقه تحفه. يلا يلا طب لابسولها ماشي ولا ايه؟ ماشي صغيره ايه على حاجه قصه بتني اصلا من الحلقان عارفين اللي هي عمرها. طب تعالوا نوريكم شويه انسيالات عقبال ما محمود يخلصه يشوف سعره ووزنه. طبعا الانسيال ده تبني بالوزن ده لما يكون 3 جرام ونص وكل ده بكل ده يبقى احنا بنعمل عظمه ولا لا؟ بتعمل عظمه اقسم بالله. اه والله العظيم بتعمل عظمه. بص الشياكه بتاعته بصوا. لو عايز اقول لكم ان هو واحده جرومات ساده وواحده جرومات فيرزاتشي. ايوه ركزوا في التفاصيل. بص الفرساتشي اهي بصوا البرزاتشي اهو واحنا السيد اهو بنحرق البوكله يا خرابي 1150 1150 شياكه الشياكه. الحلقه ده من السعودي ممكن ثلاثة فوق بعض ممكن تخلي لو في معاكي حلقه كبير وده تخليك تاني او كده. الحلقه كلها لو لبستهم كلهم بيبقى فظيع. 1150 يا متدلعين. يعني ده بقى 1150 يا متدلعين خلصان اهو 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 الشياكه هنا وبينه المدور اهو. بص بينه البيضاوي اقصد حلو قوي برده البيضاوي برده وزنه 3 جرام 56 حلو جدا 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 وشياكه قوي. مصنعيه 350 و45 نما وضريبه على بس في لمسه. والله خاصه فعلا والله خاصه فعلا. احنا يا جماعه لو دي طب اقسم بالله خاصه بس عشان شعب لمسه احلى وبس صح. طيب ده ايه؟ في بقى منه ده بقى كمان حكايه. بص كده بقى ده بص بقى ده حلقات كبيره ازاي. بصوا ده بقى من الحاجات اللي هي برده نايمه على الايد. وكام؟ 5 6 جرام 5 جرام 90 حلو جدا. قوي طبعا مش بقول لكم الاسعار. الوزن ضربوه في سعر الذهب ونزوده 400 جنيه مصنعيه 950 جنيه عشان انت مع لمسه احلى وبس. اقرا كده من تحت قولي معايا وانت قاعده على الكنبه كده مع لمسه انت احلى وبس. عايزين نشحن بقى نعمل انسان اللعب. انسان اللعب. بصوا انسان اللعب ده وزنه كام؟ تخيل 10 جرام. بص انسان قد ايه؟ واللعب اللي فيه قد ايه؟ و10 جرام. هاتي دول. بصوا 10 جرام. عايز اقول كمان ان الجرومات اللي راكب في اللعب كده ايوه. بصي مش الجرومات الكردون التخين. بصوا. بخرجوا 10 جرام. 10 جرام يا جدعان. عظمه. في منه ان شاء الله عدد كبير ان شاء الله باذن الله. وانا معانا المسيال الشياكه مع لمسه انت احلى وبس 950 جنيه. احلى حلقه ممكن تستخدمي بيرسنج كمان شياكه الشياكه. بصوا الجمال منشن وشير عشان الحلقه ده يوصل لكل المصريين. بص بقى العظمه ده. بصوا العظيم ده رويدة حكتنا عليه ساعة ما ده كله مت مقفول. يعني ايه؟ شفتوا السلسله اللي وريها لكم محمود من شويه؟ هي دي السلسله الانسيال بتاعها العريض. بصوا قد ايه؟ عرضه و3 جرام برضه. الانسيالات دي انا بحبها قوي لان الانسيالات دي بتيجي معايا على اي حاجه. ايوه لابسه اسوره بتمشي معايا، لابسه حاجه تقيله بتمشي، لابسه غوشه بتمشي معايا. من الانسيالات اللي تفضل لابسه ما تقلقش حطي معاك. وبقول لك ايه بقى؟ عيشي معاك. ما تقلقش فين يا حوت؟ بتاع دول. لا دول لسه ما جوش. لسه ما جوش فين؟ رفيعين رفيعين ايوه رفيعين. بصوا يا جماعه السلسله دي تخيلوا لما السلسله دي كلها تبقى 6 جرام نعمل ايه؟ تبقى نفسك تعمل ايه؟ عظمه عظمه عظمه
لما يبقى فيها 3 جرام كمان. 3 جرام كمان يا محمود؟ دلع. ايه محمود الدلع ده محمود. بص بقى احنا نعمل ايه بقى؟ ادوار. احنا نعمل ادوار. طيب تخيلوا ان دي 4 جرام. اهي. بصوا عليه اللي طلع لنا محمود. 4 جرام اهي. ارفع من الثانيه شويه اهي. بص انا قصرتها لكم عشان ايه؟ بص. لو مثلا تلبسي لو هتلبسي الاثنين مع بعض. بص يعني دي بتطلع من 3 ل 4. اوزانها حسب الطول صح محمود؟ عشان في منها انا شايف في منها اطوال. فتقريبا حسب الطول بتيجي كده. ومتهيألي دي كمان مختلفة يا محمود. دي مختلفة. دي مختلفة. دي ستة بقول لك دي مختلفة. ده الثلاثة وال الستة اهي ما انا طلعتها. الستة اهي. في الستة اهي الستة اهي والثلاثة اهي. لو عايز اقول حاجة الستة دي ستة وثلاثة بصوا ما بين التخانة ما هي انسيالات وخوخان كله ده موجود. لف بقى على ايدك. في منه الانسيالات وفي منه الخوخان وفي منه كله. يلا بصوا لفت عليه بص ثلاث انسيالات المسافه ثلاث انسيالات ولا مش ثلاث انسيالات الجيش قال لك اتصرف دلعي نفسك في حاجتك واعملي لك كده قصيت كده كل شويه ايدك مره في رجلك مره في قفك مره. تعالوا نبص بقى على الانسيال ده كمان. بص الانسيال ده كارتين ايوه بس عظم كارتين بس عظم. بص يا جماعه لا والوزن يا نهار ابيض بص يا جماعه الانسيال ده طب ما تتوقعوا وزنه قد ايه؟ بص عرضه قد ايه؟ ممكن تكبره شويه وتوروا لهم ايوه قولوا لنا يلا وزن ده قد ايه؟ نفس عرض الانسيال بتاعي ده نفس عرض ده شوف ده كام جرام وده كام جرام شوف انت رحت فين وانا رحت فين. بص يا جماعه جرام 70 يا خبر ابيض جرام 70 الحقونا الحقونا فعلا الحقونا فعلا ايه ده الحقوه قبل ما يخلص كارتير جرام 70 يعني ب 4000 جنيه ما كملش 4000 جنيه في الخطه ده بنزل كمان اقل يعني يعملوا حوالي 3000 وشويه 3000 مثلا 800 3750 ايوه 3800 بصوا يا جماعه تحفه بسكوت لا ايه بص الطقم ده طقم كله 2 جرام طقم كله 2 جرام بالشكات وديب لو معاه بس 5 جرام ويكملوا 5 جرام يبقى كده خدنا شبكه مطرقه طقم كله 2 جرام بص الطقم هتحط ثلاث زيت دي بص الطقم بص الطقم وشبكته سيبكوا انه شبكه كمان ومش شبكه بص الانسيال لوحده عامل ازاي؟ طب ما تيجي نشوفه كده قطعه قطعه. بص الانسيال تحفه ازاي؟ وشيك ازاي؟ الحلقه بتاعه فظيع. بص يا جماعه الانسيال يا نهار اسوح 60 مللي نص جرام 48 مللي كمان 48 مللي مش مكمل نص جرام يا جدعان. انتوا فاهمين احنا بنقول ايه؟ يعني كام؟ يعمل كام؟ يعمل كام؟ اصل الفصوص دي مش فصوص دي فصوص خفيفه فصوص امريكاني ما بتوزنش. حوالي 1200 يعني حوالي 1000 يعملوا 1000 النهارده ده بكام؟ 1900 كسر 2000 انت 18 ولا لسه؟ لا 1800 وكسور 18 1800 حاجه و90 يعني حوالي 1900 مثلا ده يعمل له اقول لك بالظبط كده يعمل له 1100 1100 بالكتير قوي بصوا بص الشياكه بص الشياكه هو نص جرام عامة ومصنعية 150 جنيه غير الدم والضريبة 45 جنيه والضريبة يعني في كريم مصنعية ده كلية ده شوف الكلية ده مال كلية يا بنت استنى شوف الكلية أنا عارف أنا عارف الحالة بص الكلية كام يا نهار أبيض 70 مللي من غير مشكلة والله العظيم الكلية ب 1500 جنيه تقريبا الكلية بص الكلية لا 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 عظمة والله العظيم عظمة عرفت احنا لمسة ليه؟ عشان احنا ما بنهزرش اقسم بالله حوالي 1400 انا هزعل استنوا بقى نشوف الخطر دي بقى احلى حاجة انتوا بتسخنوني يعني كل ما بيطلع كلام او يجي كلام انا بس هنطر اقسم بالله حلو يعني انتوا بتدوني حاجة حلوة يعني بتدوني طاقة يعني بصوا اول ما بلاقي هجوم على لمسه عادي حلو قوي يلا نشتغل الله يلا نعمل احلى شغل في الدنيا
والله العظيم. يلا بقى نعمل احلى شغل بالدنيا. يلا شوف احلى حلقه في الدنيا. يلا بينا. يلا بينا. بص الحلقه ده تعالوا بصوا بقى الحلقه ده في ميزه، حتى البرقه مش طبيعيه، البرقه مدقوقه. بص يا جماعه البرقه عملنا زي الفلوس كده. ايوه ايوه برقه مدقوقه مش برقه عاديه. طب سعره كام الحلقه ده؟ هو بص قد ايه الحلقه ده؟ بصوا يا جماعه بيتلبس طبعا كذا كذا نوع بيتعودني كمان اول هنا كده اهو. في ناس بتحبوا تلبسه كده، ناس ممكن تشده مثلا حسب المستوى اللي احنا عايزينه اهو. ده على حسب المستوى اللي احنا عايزينه نعمله شيك كده. خد لهم بقى الحلقه ده ودوري كويس يا فنانه. بص الحلقه هي دي سوبر كمان مستر دي جي محمد سيزون المجدولة. تعالوا بقى نوريكم العظمة التالتة لفورتين. بصوا فورتين عملت لنا جوايش تاني. احنا كده عندنا الهوشة العدلة وعندنا الهوشة المبرومة الزجزاج اهي. دي المبرومة الزجزاج اهي اهي. بصوا بصوا. طب وزنها قد ايه دي؟ وزنها دي احلى. عايزين ميزان كده بسرعه معلش يا حوده. خد الفلوس. الغوايش دي 14. ايوه 14 من 14 بس. من 14. حصري 14 يعني. حصري 14 وطبعا هتكون موجوده عند تجار القطاعي في اللغم. اهو. لسه نازلين من الدمغه، لسه هيتكودوا، لسه نازلين من الدمغه حالا. احنا كده عملنا اشكال كتير جدا من غوايش 14 صح؟ 14 بصوا الغوشه وزنها. دي مقاس كبير 3 جرام والمقاس الصغير بتاعها اهي. اهي 3 جرام، يعني الهوشه دي 3 جرام. اهي هوشه مبرومه وجميله هتكون عندنا وعند كل محلات الذهب ان شاء الله من 14. هتنزل مصنعيتها 110 جنيه غير الدمغه والضريبه. اهي غير الدمغه والضريبه. لمسه
عظمة لمسة. أيوة لسه أهو شغل لسه واصل أهو بالدمغة مصلوصة الدمغة. طيب يلا نكمل. الغوايش موجودة بكرة نعمل لكم فيها لايف مخصوص أو فيديو مخصوص بس يكون خلصوا وكودوا عشان الناس ننزل بيهم الدروع. طيب في ناس في الكومنتات بيقولوا ممكن تورينا غايش تاني معلش. حاضر ورينا ورينا معلش. الغايش الفوتين كده عندنا الزجزاج اللي هي المعرجه والعتله وعندنا من اول 2 جرام لغايه 5 جرام وفلفل زاتش برضه وفلفل جايه برضه وفلفل زاتش جايه الفلفل زاتش 4 جرام ونص تقريبا الفلفل زاتش من 4 ل 5 جرام من 4 فلفل زاتش دي مكسره الدنيا مكسره الدنيا ما شاء الله تعالى اوريكم الطقم ده بصوا يا جماعه الطقم ده استنوا بقى الطقم ده اهو ينفع طقم شبكه ده ما هو طقم شبكه اهو هنوريكم طقم الشبكه بصوا يا جماعه احنا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله انا محمود النهارده كنا قاعدين بنتكلم ان هنعمل لكم باذن الله باذن الله شبكات لمسه هيكون اسمها شبكات لمسه هنعمل لكم مثلا علب اشكال باسعار يعني اللي عايز شبكه من اول 5000 جنيه هيخش للسيلز هتخش للسيلز هتقول له انا عايز شبكه ب 5000 جنيه هيطلع لك شبكات جاهزه ما عدا الدبله والمحبس يعني طبعا عشان المقاسات وكل واحد ذوقه في دبلته وذوقه في محبسه احنا بس التقمه هيطلع لك التقمه بعلبه شبكه معينه بتاعت لمسه للشبكه هتبقى مكتوب عليها طبعا كلام كويس للعروسين وكمان هتكون الوزن بتاعها من اول زي ما انت عايزها من اول 5000 جنيه لحد بقى احنا طالعين يعني الشبكات دي من اول 5 لحد 30 هنعملها بعد كده بقى التقمة الكبيره والشبكات الكبيره يبقى براحتك بص بص بصوا دي بص 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 العظمه ده كله ايه الطقم ده قد ايه كله بص انا عايز اوريكم الفرق الحلوه كده اوريكم بس بص الحلقه ده حجمه قد ايه انا عايز اوريكم بس شوفوا الكوليه بص شويه كده على ايدك بص يا جماعه انا شفت لكم فوق اطول من كده شويه بصوا بص حجمه قد ايه اصلا الكوليه جرومت والدايره دي كمان جميله معموله بطريقه حلوه قوي زي شغل ال اسمه دق الشمسه ولا مش عارف الحته دي كده ليها لا اسم انا ما اعرفهاش هبقى اجيب لكم اسمها بصوا يا جماعه الشغل ده جامد جدا 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 وزنها وزنه قد ايه لما يكون الكوليه بالحجم ده وزنه يطلع جرام 67 يعني حوالي 4000 جنيه الحجم ده كله اقل من 4 3 ونص كمان 3 ونص طب والانسيال بتاعه اهو استنى ايوه ايوه كفايه يا اسمي بس ابن حلال اه والله العظيم الوصول فمش معقول ما بقتش الدور في الايام مرسوم على وش الابتسامه وحيدة هي عظمه والبرحه حب الناس وانا عمرنا قلت عيطه ولا حصل مني افعال غريبه علشان Oh.
ولا حد مني وجع لسانينا فاضي بينا ووجع واللي يقول كده كذاب انا شرب في اي حته ولا بلهس من اي حته وفي اي بلد انا ليا حق وجايه كل مكان صحابه قبل السبت ما بقتش حد تعالوا بقى نشوف العظمه. بص بقى دول لازم يتاخدوا مع بعض ليه يا رويد؟ عشان تكملي العظمه. عشان تكمل العظمه خدي بقى. طب اللي معاهوش كله مع بعض يعني خدي بقى تكمل العظمه واحده يعني. واحده اه بالظبط يعني كلنا انا خدت دول برضه واحده واحده يعني بتاخد واحد وبعد كده اخد واحد كده فاهمين؟ كل ما تاخد حاجه وتاخد مكافاه تاخد فيها حاجه. اه والله. وانتوا برضه اعملوا كده كل ما توفروا حاجه من مرتبكم من الشغل ولا حاجه حتى لو حاجه بسيطه نقدر نيجي نحطها في لمسه هتعمل لكم فلوس وغير كده بنكسب كمان منها. تعالوا نشوف. بصوا يا جماعه انسيال كارتير قلنا سعره تقريبا الديه 2 جرام ونص. بص العظمه بتاعته. بص العظمه بتاعته 2 جرام ونص. الجرومت ده قد ايه يا رودي؟ 3 جرام. ده قصه. ده 3 جرام 70 قصه. ظهر الحيه 2 جرام وفي منها الجرام وشويه. يعني مثلا الاربعه دول مع بعض يعملوا كده مثلا؟ الاربعه دول يعملوا لهم حوالي 5000 تقريبا. تقريبا لا لا مفيش الكلام ده. مش عارف ايه اكتر يعني اكتر شويه. بص يعني 3.5 3.5 7.5 7.5 وده 6 ده 6 يبقى 13 لا اكتر من 15 يعني مثلا لا يعملوا 15 من 16 طب كل ده فيه كده يا باشا. حاضر يا باشا. حاضر يا باشا. ما كنت عايز اوريهم الانسيال بتاعه بعد كده. لا الانسيال ما كنت بوريهم ايه ده؟ كان لسه الانسيال هنا. اه بص يا جماعه بص الانسيال بتاعه على فكره ممكن تاخد كل حاجه لوحدها عادي. بص الانسيال بتاعه. الانسيال بتاعه 77 مللي. عظمه. عظمه. يعني الطعم كله اعمله كام كده يا محمود؟ هقول لك انا جرام 70 و77 جرام 60 2 جرام 60 هو الانسيال كام؟ 70 72 يعني 2 جرام و 40 يبقى 33 كله حوالي اه 33 33 يعني اعمله حوالي من 5000 ونص ل 6000 تقريبا حوالي 6000 6000 ونص يعني من 6 ل 7 بالظبط. شفه محترمه وباينه. شفت بقى ان احنا مبدانا ان العميل يكون مبسوط. مبدانا ان احنا نجيب له الشغل اللي على قد الايد. مبدانا ان العريس اللي على قد الحال نقدر نجيب له يعني لمسه بتبقى لاي حد اللي قادر واللي مش قادر كل حاجه يعني مصادرك مش غاليه ولا حاجه في اللمسه. لا انا بس عايز كده مش هشتري ده. تعالوا نخش على الاوضه. تعالوا نخش على الاوضه. ده في عندنا ده نخش على الاوضه الثانيه. تعالوا خش على الاوضه. كده كده ثاني مره اكشن. لازورد العظمه. بص لازوردي دي قمه لازوردي كامله اهي. الطقم ده يطلع كام جرام اهو. لازوردي يا جماعه بيعمل عظمه برضه. لازوردي لازوردي في شغل عنده مخصوص للمسه. ايوه. طب هو فينه ده؟ 56 جرام الطقم ده كله ولا اقل من 56؟ استنى 26 جرام سوري 26 جرام الطقم كله 26 جرام. بص الطقم ده عالمي. الطقم ده عالمي 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 عالمي. استنى اشوف كام جرام عالمي. 67 جرام 70. بص الطقم ده قد ايه؟ 67 جرام و70 مللي. انت بتلبسهم ده جميل جميل جميل. الله يسلمك. ايوه خليها لها. انسيالات ظهر الحياه بتبدا من كام اللي جاي؟ بتبدا من 1000 من 2007 من جرامات. لا جرامات مثلا من كيلو حاجات من 70 مللي وجرام واثنين جرام. بص بص الكوليرا بيهزروا. بص الكوليرا بص الكوليرا اقسم بالله فريق الميديا عندنا مسخره. اقسم بالله على سلامتك. عايزين يتطردوا كلهم. اه والله العظيم. انت بتحلف ليه؟ انت بتهزر. بص يا جماعه الكوليرا ده حلو جدا قوي. بص وزمه. بقى ده كمان انا بقى خاطف من اللازوردي دي كلها قلت له تتعمل لي لمسه بس في لمسه باذن الله. انا واخدها منه شرط قلت له تنزل لمسه الاول شويه وبعد كده على ما اقول ان
بنحب ندلع اللي بنتمنى. ريزولت يا جماعه كل الريزولت دي ب 160 غير الدم والضريبه. ايه اقسم بالله اعمل لكم عرض فيه جنن. ريزولت النهارده قال 180 و200 ما ينفعش تباع. بس احنا خليناكم 160 و10 جنيه دم والضريبه. استاذ رعب بتقول لك يا سي سي الطقم بتاعي اوعى تنساه. حاضر. ان شيء قاعد ليه بقى؟ كام بقى ده كل الكولي ده بقى؟ كام ناخد؟ 8 جرام. بتهزر؟ اقسم بالله. طب حلو قوي. حلو قوي. ما بيقدرش. حلو قوي 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 قوي. عايز بس تعيد بس حلو قوي. طب استنى عشان انت بنت خالتي. بص. ايوه. بص. خدي ايس كده انا سليم. بص. تعملي الاناقة. بص بص الاسودة دي. اسودة جدا. 4 جرام 23 يعني تعملها 8000 جنيه. بص العظم. كملي الطاقة. لا لا زورد عامل عظم. لا زورد يا جماعه عامل عظم. وعشان انت بنت خالتي ولا الخاتم بتاعها؟ الخاتم بتاعها. بتاع يعني من نفس الرؤية. بص بص الخاتم بتاعه. الخاتم ده يطلع 2 جرام ونص. بص بقى الانسيالات دي. زي حريم السلطان. اهي. اتسيرني. ايوه. دي كاروسي. انا جالي تهديد بالقتل في اللايف تقريبا. ليه بس؟ ايمي ايمي بتقول لي بعد اللايف اقسم بالله انا مش عارف. ما انا ما شفتش كومنت هعمل ليه طب؟ خلي بالك النهارده شفتي بقى فين؟ هنحاول يا ايمي. هنحاول هنحاول مش هتقدر. هنحاول. انا فاهمها. صح شفت ولا لا؟ بعد كده الصوره بعلش ب بعد كده مفيش اعتذار رسمي لايمي لو في اي مشاكل ما تتضايقش. ايوه بتقول لي ما بتجيبوش سيرتي ما بيقوليش ليه انا معاك على اللايف. بصوا حلو قوي ده برضه. بصوا العظم بصوا العظم بصوا العظم. بصوا بص الانسيالات دي. ايديك اتسيغت خالص. اتسيغنا واوزان ايه؟ ولازور دي اوزان ايه؟ 6 جرام مثلا 5 جرام حلو قوي 6 بقى 6 ل 5 جرام ده 8 جرام ده 8 جرام بس ده صب عن ده بس يعني ده صب عن ده. بصوا شيك. انا بصراحه عايز اخدهم كله بصراحه. عظمه 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 عظمه. 11 جرام طعم مش عارف حاجتنا حاجتنا. تاخدي كده الانسيلات. بقول لكم ايه انا مش عايزه اخد في الاربع انسيلات واحده بص ايه ده ايه ده ايه الاناقه دي. بص ايه الاناقه دي يعني دلوقتي حتى البراندات كله بيتذكر كله. بص 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 ده بص طبعا البرومت ده جميل جدا وزنه حوالي 19 جرام بس عريض جدا اهو 16 17 جرام. بصوا عريض جدا. بص ده منه الايطالي برضه اهو اوريك الايطالي اهو ده الايطالي 12 جرام الايطالي 12 جرام وده 17 جرام ماشي. بص ده بقى طبعا تحفه تحفه. بص الشياكه بتاعته ده دهب ابيض لعشاق الدهب الابيض. بصوا الماز اكنه الماز والله العظيم. لا بس الالماز ليه طبعا الماز الماز اكنه كانه لا بص 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 الشياكه عامل 11 جرام 70 حلو جدا لون الالماز برضه ده 9 جرام 21 9 جرام 21 وفي كمان من ده اهو. بص ده شكل تاني اهو 12 جرام يعتبر عسل. بص ده ده 9 جرام. بصوا لا لازورد عامل عظمه يا جماعه والله العظيم لازورد عامل عظمه. وريهم الفاطمي خش على الفاطمي دي مع محمود. لسه في ناس بتقول لك الحمد لله على السلامه. الله يسلمكم الله يسلمكم ويخليكم يا رب. بقول لكم ايه عايزين بعد بعد لازورد وريته شويه تشكيله الان مش موجوده في وزنها وفي سعرها وفي اشكالها غير في لمسه بس في العالم. لان المصنع خدناه منه حصري اللمسه بس عشان اوزان اوزان اللي هو المصنع ده
رهيبة رهيبة رهيبة. هنشوف النهاردة نقدر نلبس حلقان ونقدر نلبسه بكلام فاضي يا راجل. ايه ده؟ ايه الشيء يا كده؟ بصي دي ايه شكل الانسيال ده؟ تحفة. وزن قد ايه يا رويدة؟ 18 جرام. حلو قوي حلو قوي 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 قوي. استاذ زمايل اللي قابلتها النهارده في زاد بتقول لك على فكره الكاميرا زرناك انت في الحقيقه احلى بكتير. يا حبيبتي ربنا يخليك يا رب. هو يشتغل في السيما حبيبي. بصوا يا جماعه 11 جرام 40 11 جرام 40 زي ما بيقولوا انتوا اللي عليكم اللي حلوه. بص بقى اول حاجه بص الحلقه حجمه قد ايه الاول؟ يعني الحلقه حجمه قد ايه؟ نركز في الحجم وسعره قد ايه؟ بص الحلقه حجمه قد ايه؟ اهو. طب نشوفها على ودن الرويده نشوفها على ودن الرويده. عادي. النبي ما تقلقش من ودن. مش هتقف كده انت اللي احسن. مش لازم نبرم. بص يا جماعه الحلقه. بص يا جماعه الحلقه. الحلقه اللي عامل قلق. لا بكام الحلقه ده يا رويده؟ 2 جرام و17 مللي يعني مش مكمل 4000 ونص. وبص طوله قد ايه؟ وبص حجمه قد ايه؟ حجمه قد ايه كمان؟ باين في الكاميرا؟ بص حجمه قد ايه؟ مفيش هزار. طب نسكت؟ لا مش هنسكت. هلعب؟ اه لا يخلص. ممكن الانسان اللي قال المسابقه؟ خراب على شكل الحلقه. يا خراب على شكل الحلقه ده. بص الحلقه ده قد ايه؟ الحلقه ده 2 جرام يعني يعمل حوالي 4000 يعمل حوالي 4000 جنيه. بص يا جماعه يعني بالذمه لمسه بتسالت لكم الذهب وعيار 18 كل ده عيار 18 دي لسه الحلقان بتاعت عيار 14 اللي بيعملوا له الاوردر كبير هيطلع طبعا اقل. لو عيار 14 هيطلع معاكم مثلا ب 3000 بدل 4000 يبقى اللي معاه يلبس واللي معهوش برضه يلبس. ده فكر اللمسه وده اللي احنا ماشيين بيه. بص العظمه ده. بص كده اعملوا اوبن دي في السويس. ايه؟ بيقول لكم اعملوا اوبن دي في السويس. هنعمل لكم اوبن دي في السويس قريب جدا 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 جدا. ده الانسان بتاعكم. كده كده السيف جاي وهنوريك كل حاجه. وهنتدلع بقى. في كذا سؤال جه على سباكه الشوكولاته. اه. بيسالوا عليها. موجوده؟ موجوده؟ 2 جرام و8 مللي يعني ب 4300 مثلا. بص. جامد قوي ده. جامد قوي. طب بص الاجمل مني. بص الاجمل مني. الدلاعي يا لوزه. والله ده الدلع اللي من الاخر. ده يعمل حوالي 5000 جنيه. حوالي 5000 قمر الحجاب حلق الحجاب اهو ده حلق الحجاب اهو 5000 جنيه بس في لمسه عظمه لمسه بس في لمسه. بصوا بص حلق قد ايه ب 5000 جنيه في حلقان دلوقتي لا والله العظيم في ده اصلا لا والله العظيم لا امال ايه انا هنسكت دول خلاص ده منه الدبله بص الدبله بتاعه بقى بص يا جماعه تصدق الدبله بتاعه كمان جميله يا محمد اه الناس اللي ما بتحبش بقى البرجيمه وكده عملت الدبله بص ده من الدبله اهو وزنه الخبر ابيض ب 4000 جنيه 3800 جنيه بس في لمس بس في لمس. بص الحلقه دي 3000 يعني معاك 4000 جنيه كده حلقه معاكي 3.5 جنيه حلقه معاكي 2000 جنيه جنيه حلقه معاكي 1000 جنيه جنيه حلقه نعمل ايه تاني؟ نعمل ايه تاني؟ وده منه الجديد ده برضه اهو أربعة تلاف وخمسمية جنيه يا جدعان اللي عايز البريمة موجودة أربعة تلاف وخمسمية جنيه يا جدعان بس في لمسة والله لمسة بتعمل عظمة اه والله
عظمة. بصوا بقى قمة الأزومبي دي كمان المرة. بص قمة الأزومبي خفيفة للشبكات. الطقم كله 11 جرام سبعين. 11 جرام 70 يعني يعمل له حوالي يعني شبكه 25000 الدبله والمحبس كده 25000 هتجيبه شبكه لمسه والذهب غالي. عظمه عظمه دي خلاص طلعناها. شايفين عظم بقى في الحضر العربي. عظم كان اكل الجو. بص الختم ده, بص الختم يا جماعه ده ختمين في بعض. بنجي نحفى معاك والاسد عوي الدايره كابوس البلد. ولا بالقدر ولا بالعدد ريح وابلع عليك يلا.